مزيد من المتابعة حول عمليات التصويت وتحليل هذه العملية من قبل المصريين سواء في الخارج والتي تمت في بداية هذا الشهر أو بالنسبة للمصريين في الداخل والتي تدور على مدار 3 أيام، أولها اليوم وتنتهي في يوم الثلاثاء، وتتعاقب الجداول الزمنية المختلفة لعمليات الفرز والطاعون وأيضا ظهور النتيجة الرئيسية في النهاية. كل هذه الأمور نتحدث فيها بالتحليل مع الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام. برحب بحضرتك يا أستاذ أشرف. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. أستاذ أشرف، ماذا تقول عن حرص المصريين اليوم واصطفافهم أمام اللجان المختلفة للإدلاء بأصواتهم؟ يعني بالتأكيد هو يعني بيعكس قناعة المصريين بأهمية اللحظة، بأن احنا بنعيش في ظرف تاريخي ربما غير مسبوق، العيون كلها منصب على مصر الآن. مطلوب من كل مصري وكل مصري يدرك ذلك أن يلتف حول بلده وأن يشارك في اختياراتها وأن يكون عضو فاعل وعامل قوي جدا في تعزيز صمود البلد في هذه الأيام. ويعني بالتالي هناك اندفاع كبير، يعني سواء بالنسبة للمصريين في الخارج أو المصريين في الخارج في الداخل للمشاركة في هذه العملية. هناك قناعة بأنه لابد أن يكون لكل شخص يعني صوت حقيقي وصوت مثمر وصوت إيجابي، والكل يعلم أنه الانتخابات تتم تحت إشراف قضائي كامل، 15,000 قاضي، تتم تحت يعني رقابة سواء محلية أو دولية، تتم بشفافية مطلقة في حالة أمان مطلق، لا توجد أي خروقات، لا توجد أي انتهاكات، الأمن منتشر في كل مكان أولا لتأمين اللجنة ولتأمين الناخب ولتأمين المرشح ولتأمين القاضي ولتأمين صندوق الانتخاب وتأمين المستلزمات وتأمين البلد بشكل عام. وبالتالي كل الظروف مهيئة أن يخرج الناس، علاوة على إنه الحمد لله الجو يعني مناسب جدا لخروج الناس. نحن ليس في يعني شتاء قارس او مطر، ولسنا في حر شديد كما كان يحدث في سنوات سابقه، وبالتالي يعني راينا هذا الاقبال اليوم وسنراه في اليومين القادمين باذن الله. نعم، الاهم هو وعي المشاركه في حد ذاته، كيف يشكل الصوت الأمانة؟ كيف تشكل الواجبات الوطنية؟ كيف تشكل المسؤولية المشتركة مع الجهة التنفيذية القائمة على رأس الدولة المصرية للتغلب على العديد من التحديات؟ يعني بالتأكيد الأحداث طحنت المصريين منذ 2011 حتى الآن، رأوا الفرق بين الاستقرار وبين الفوضى، رأوا الفرق بين وجود دولة واللا دولة، بين الدولة يعني التي تتسم بالعشوائية والدولة المنظمة، الدولة التي تقوم بمشروعات عملاقة التي ترفع من جودة الحياة، وأيضا رأوا الحروب والصراعات في المنطقة، ويعني تعدد قنوات الاتصال والسوشيال ميديا والفضائيات الكثيرة. كل هذا جعل الناس يعني لديهم قدر يعني كبير جدا من الوعي حتى يؤمنوا تماما ان اصواتهم لها قيمه وانها لابد من المشاركه، وانه يعني حتى اذا كنا نعيش في ازمه اقتصاديه فتبقى معظمها هي ومتعدده، وانه عندما نتكاتف ونعمل معا سنخرج منها، وفي النهايه نحن نحصد نتائج العمل على مدى السنوات، نتائج التنمية، ورأينا كيف تغيرت خريطة مصر، كيف يعني انتهينا من قدر كبير من العشوائية. أظن كل هذه عوامل تصنع يعني الوعي عند الناس، وعلاوة على ما يحدث في غزة، كل هذا يعني بالنسبة للناس كيف تكون أن تعيش في دولة إذن هي الخطوات الملموسة على الأرض تتخذ قرارها تواجه تحدياتها. نعم،
إذن هي خطوات ملموسة على الأرض، سواء في إنجاز العديد من المشروعات أو الملفات التي أصبح فيها الكثير والكثير من التقدم والازدهار بالنسبة للمواطن المصري، سواء ملف الصحة، التعليم، بناء الإنسان المصري بشكل عام، أو حتى في وعي حول الدبلوماسية المصرية وكيفية الاستهداف الذي يطال جميع الدول، ومن ثم الوعي الهام لأهمية هذا التحدي وكيفية التصدي له. رسائل يبعث بها المصريون إذن سواء في الداخل أو الخارج في هذه العملية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024. بالتأكيد الرسائل الكثيرة التي يبعث بها المصريون في الداخل والخارج، مصري في الخارج على سبيل المثال يبعث رسالة أنه مع بلده، انه سعيد بما يحدث فيها من تنميه وتطوير، انه يعني متمسك بها ومتمسك بجذوره، وايضا يؤيد تماما السياسات المصريه تجاه القضايا الاقليميه والدوليه. والمصري في الداخل يعني يرسل رسائل اننا متحدون، اننا اقوياء، اننا نعمل من اجل صالح بلدنا، انه يعني اننا نستطيع ان نتحمل الصعاب ما دمنا نرى نتائج على الارض تتم. ما حدث من انجازات في مصر في كل الملفات، لكن هناك ملفات مفصليه سيتوقف عندها التاريخ، وهي ملف مثلا الملف الصحي، القضاء على فيروس سي، وهذا انجاز لم تقم به دوله في العالم الا مصر، ويعني لم يتكلف المواطن قرشا واحدا. ايضا هناك ملف مواجهه العشوائيات، هذا الملف الذي كان يؤرق المصريين عندما كانت يعني اكثر من 70% من المساكن في مصر عشوائيه، وهناك مناطق عشوائيه ذات خطوره داهمه ومسيئه جدا للشعب المصري، وهناك من كان يستغلها في الدراما للإساءة للمصريين. استطاعت الدولة أن تقضي على هذا وأن تحول هذه العشوائيات إلى مناطق جذب، مناطق ذات قيمة جمالية كبيرة. لا، وعلى ما تم في مصر من شبكات طرق ومدن، ويعني شبكات طرق الكل يعني بلا استثناء يقول أنها يعني لم تكن متخيلة أبدا أن تتم الحلول بهذا الشكل. كان البعض يرى أن مشاكل الطرق في مصر والمرور والازدحام هي مشاكل مستعصية لا تستطيع قوة في العالم أن تحلها، ولكن تم حلها وبأيدي مصرية وبأموال مصرية ويعني بإيمان مصري بهذا الوطن. وبالتالي تزداد قوة وتزداد عمق. قد يكون لديك مشكلة، لكن أنت قمت بحل 1000 مشكلة. المشاكل الاقتصادية هي مشاكل مؤقتة ستحل في لحظة ما. كل التقارير الدولية تقول أن نسبة النمو في مصر ارتفعت، الصادرات ارتفعت، لكن يعني بالتأكيد يعني سنحصد قريباً حصادا كبيرا لما قمنا به من عمل على مدى السنوات. الشعب المصري ضحى وهو الآن سعيد، لأنه عندما ضحى الآن يعني يرى نتاج ما قمنا به، وبالتالي هو يقول الدولة المصرية والمشاركة على كافة المستويات. نحن نتحدث معك ونرى الآن الصورة المباشرة التي تأتي إلينا من اللجان المختلفة وكيفية مشاركة القيادات المختلفة داخل الدولة المصرية في هذه العملية من التصويت. البابا توادروس الثاني، الدكتور علي جمعة، الكثير والكثير من القيادات المصرية الحريصة على المشاركة، وأيضا الشعب المصري الذي صف منذ الصباح قبل فتح اللجان رسميا في 9 صباحا للإدلاء بصوته في هذه الانتخابات. الشباب المصري تحديدا أستاذ أشرف، كيف ترى المهام الملقاة على عاتقه في المرحلة القادمة، وكيف يحمل الراية لما هو قادم لبناء جمهوريته الجديدة؟ يعني بالتأكيد الشباب المصري يعني هو العنصر ربما الأهم في هذه العملية الديمقراطية، لأنه بيؤسس للمستقبل، لأنه يعني من خلال
مشاركته فيها ومن خلال إيمانه ببلده ومن خلال تطوره وتنمية مهاراته يستطيع أن ينقلنا إلى منطقة أفضل بكثير. الشباب المصري الآن هو شباب أكثر مهارة وأكثر قوة وأكثر جراءة، هو شباب يقبل على دراسة التكنولوجيا وعلى الإبداع فيها، ويعني تقريبا لا يوجد شاب مصري ولا يجيد التعامل مع الأجهزة التكنولوجية، ولكن هناك فئة خاصة أو كريما هذا الشباب يعني تعمل على تنمية مهاراتها التكنولوجية بشكل احترافي، وهذا هو ما يقود اقتصادية العالم. يعني من طور الاقتصاد العالمي يعني كانوا الشباب الذين عملوا في التكنولوجيا، الشباب الذين كان رأس منهم هو الأفكار، ومن خلال شخصيات مثل زوكربيرج و بيل جيتس وغيرهما رأينا اقتصاد يعني تريليوني وليس ملياري، اقتصاد لا يحتاج إلى مصانع ضخمة ومعدات ضخمة، ولكن يحتاج الفكر ويحتاج الإرادة ويحتاج الإبداع. هذا هو المطلوب من شباب الإلمام بالأساليب التكنولوجية الحديثة، إنه يظل مؤمن ببلده ويظل مؤمن إنه هو الذي سيقود نمو هذه البلد، ويعني يزداد إيمانا بهذا البلد أو هو يزداد إيمانا بهذا البلد من خلال تغيير الصورة النمطية التي كانت عليها مصر منذ سنوات قليلة، صورة العشوائية وصورة الفوضى وصورة غياب الإدارة. يعني كان هذا يؤلم الشباب كثيرا ويدفع الكثير منهم للهروب. الآن أي شاب يستطيع أن ينجح إذا كانت لديه المقومات والإرادة سينجح، ولكن عليه أن يشارك في العملية الديمقراطية حتى يجد الظروف الملائمة التي تساعده على النجاح. نعم، وهو الجزء الكبير من التحدي ما ذكرته من أساليب التكنولوجيا والإلمام بها، لأنها تشكل أيضا نوع من تشكيل الوعي وكيفية التعامل مع الوسائل الحديثة وأي استهداف للأوطان. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام.